تحتفل شركة فيسبوك في شهر رمضان بحملة عالمية تهدف إلى التعبير عن الخير عبر مجموعة تطبيقاتها إنستغرام وواتساب وماسنجر. حملة أطلق عليها عنوان رمضان الخير واحتفالا بالعمل الخيري تجاه المجتمع. ستنطلق الحملة طوال شهر رمضان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ صرحت فيسبوك أنه تم إرسال أكثر من 20 مليون رسالة تتضمن رمضان سعيد على منصتها العام الماضي مع الجائحة. للمزيد تنضم إلينا من دبي ندى عنان، رئيسة الشؤون الإعلامية في إنستغرام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صباح الخير ندى. ندى، يعني شهر الخير ومع فيسبوك في حملة جديدة، الهدف منها شنو بالضبط؟ صباح الخير مبدئياً، وأنا مبسوطة جداً جداً إن أنا معاك أول يوم رمضان، ورمضان مبارك عليك يا رب. الله يكرم عليك، ربنا يخليكوا، وربنا يعني رمضان كريم عليكوا وعلى كل أحبائكوا. طبعا زي ما انتوا قلتوا، هو رمضان شهر الخير، شهر التواصل كمان ما بين الأحباء، مظبوط. لكن اللي حصل للأسف السنة اللي فاتت ان احنا شفنا بسبب التباعد الاجتماعي، يعني ان ما كانتش الناس قادرة ان هي تتواصل مع بعض بشكل سلس وبسيط وتحافظ على الترديشنز والعادات بتاعة رمضان وتجمعات الأفطار. اللي ألهمنا للحملة دي حقيقي إن إحنا شفنا قد إيه الناس راحت لجأت لمواقع التواصل الاجتماعي ومنصات فيسبوك عشان يحافظوا على التقاليد والعادات دي، إن هم يتجمعوا، يعيدوا على بعض بشكل ما، يتواصلوا من خلال حتى الفيديو والمكالمات القصيرة. يعني صراحة شفنا حاجات كتيرة جداً ألهمتنا للحملة دي. يمكن أكتر حاجة ألهمتنا إن إحنا نخلي الحملة دي تبقى حاجة عالمية السنة دي وعلى كل المنصات، هي عمل الخير الجميل اللي شفناه المجتمع قام بيه على المنصات كلها السنة اللي فاتت وما قبلها كمان. يعني شفنا قد إيه الناس اتجمعت عشان تساعد ناس تانية في عزلة، ناس تانية محتاجة، وفعلا تحافظ على عمل الخير اللي هو جزء كبير جدا من الشهر. ولذلك إحنا السنة دي حبينا نعمل المبادرة دي تحت عنوان رمضان الخير، هدفها إن هي تجمع المجتمع كله عبر كل منصات فيسبوك، ماسنجر، إنستغرام، وواتساب، إن هم يحتفلوا بالشهر الفضيل، يتواصلوا مع أحبائهم، ويستمروا على عمل الخير مهما كان. دينا برضو تفاصيل أكثر عن هذه الحملة ندى، يعني هل تقتصر على احتياجات رمضان أم هناك جانب ترفيهي، بعض الشيء يجذب الأسر ويفرحهم بهذا الشهر الفضيل؟ طبعا طبعا اكيد احنا في كذا حاجه، في ثلاث حاجات اكشلي انا حابه اشارككم بيها النهارده، هي دي اكتر حاجه احنا يعني فخورين بيها في الحمله السنه دي وجديده. اول حاجه ان احنا عملنا دليل جديد من نوعه، في 30 فكره اسمه دليل الخير. ال 30 فكره دول فيهم افكار مبتكره وجديده تقدروا تقوموا بيهم عبر منصتنا، وكلها بتدور حول اعمال خير بسيطه قوي، مثلا زي ان انتم تساعدوا المحلات التجاريه المحليه عندكم في البلاد او الاحياء اللي عايشين فيها، ازاي تقدروا مثلا تساعدوا حد بعيد عنكم ما شفتوهوش بقاله فتره وهكذا. فدي من ناحيه واحده، دي طبعا تم ترجمته لسبع لغات ومن ضمنها اللغه العربية ومتاح عالميا. الحاجة الثانية ان احنا لأول مرة اطلقنا على كل منصاتنا ستيكرز او ملصقات واي ار فلترز، واللي هي الفلاتر اللي بتتم استخدامها للاحتفال برمضان، دي متاحة حاليا على واتساب تحت الستيكر باكس، متاحة على ماسنجر، حتى ماسنجر كيدز متاحة كمان على انستغرام، وموجودة على فيسبوك كمان. فدي كانت من ضمن الاحتفالات اللي احنا حبينا او الحاجات اللي احنا حبينا نحتفل بيها مع المجتمع بتاعنا. طبعا كمان في حته كبيره هي صناع المحتوى، واحنا من خلال صناع المحتوى عملنا يعني مشاركات كتيره جدا، من ضمنهم مع ساره صبري، وهي اطلقت ذا التيميت جايد تو رمضان او دليل رمضان، لان احنا ادركنا
ان دي حمله عالميه، ولذلك في ناس ما يكونوش عارفين يعني ايه رمضان قوي، او ما يكونوش قربوا قبل كده لرمضان بالشكل ده. فهي الحقيقه جمعت من ضمن الفولورز بتوعها، المليون و400 الف فولور المتابع عندها، جمعت 10 حقائق على رمضان تقدروا ان كنتوا تعرفوا فيهم على رمضان بشكل سلس وسهل. ده غير طبعا يعني مشاركات تانية مع هيفاء بسيسو وغيرهم، خالد العامري هنا في المحتوى. صحيح. يعني ندى، قبل شوي ذكرتي ممكن الدليل رمضان، يعني كيف ممكن الأشخاص يفعلون الخير أو يعملون الخير من خلال هذا الدليل. كيف ممكن الأشخاص أو إحنا كمستخدمين لهذه التطبيقات نوصل إلى هذا الدليل، وممكن ناخذ بعض الأفكار اللي يمكن نسيناها بسبب التواصل الاجتماعي والتباعد، عفوا الاجتماعي مو التواصل. طبعا طبعا، هو طبعا موجود عندنا على البلوج بتاعنا نيوز روم بوست تحت اسم Celebrating the Month of Good، أو الويب سايت الأوفيشال بتاع فيسبوك. كمان هتلاقوه عند صناع محتوى كتير، هتلاقوه موجود عند سارة صبري، خالد العامري، وكتير منهم من صناع المحتوى، تقدروا توصلوا له بسهولة. ويعني احنا فعلا خلال الشهر هنتواصل مع جهات كتيرة جدا لنشره، علشان خاطر يتم سهولة الوصول ليه من قبل جميع المجتمع بتاعنا. نشكركم على هذه الحملة. كانت معنا ندى عنان من دبي، رئيسة الشؤون الإعلامية في انستغرام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.